السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ للي لسه ما سجلش في البوت التليجرام ده، هو خسران كتير، اشتغل عليه على الاقل هتعمل منه 100 دولار، على الاقل حاجة تعمل منه 100 دولار، هتجمع منه مبالغ محترمة جدا جدا لو اشتغلت عليه. البوت ده انا داخلة عليه من بدري، اشتغلت عليه شوية وسبته ورجعت اشتغلت عليه تاني الفترة دي. بيدي عملة CNS وبيبدلها بعملة USDT المعروفة اللي تمنها 1 دولار. بيقول لك كل 160 CNNS ب2.5 دولار تقريبا. ازاي تحصل على العملة دي؟ كل ما تجمع 160 منها هتكسب 2.5 دولار. ازاي تجمعها وازاي هتحصل عليها؟ هتدخل على الرابط ده، اول ما تدخل على الرابط وتنزل التطبيق بتاعهم من داونلود اب اللي انت قدامك دي، هتاخد 70 من العملة دي. او انا نزلته خدت 70 من العملة دي، وتحط اليوزر اي دي اللي في التطبيق اللي انت نزلته. هوريكم شكل التطبيق من جوه ازاي. انت هتضغط على داونلود اب كده هينزل التطبيق، بس هوريك انا شكله من جوه عامل ازاي. بس وبيقولك بيديك 5 من العملة لما بتدعي صديق ان هو ينضم للجروب، ولما بيسجل او ما بينزل التطبيق بتاخد 30 من العملة دي. تمام. وفي مهام تاني بيديها لك من الريتويت والفولو، بيديك 10 من العملة دي. بس اول ما توصل ل160 من العملة دي بيبدلهم لك ب2.5 دولار. بتدخل على الفايل ده، تضغط هنا، هيطلب منك، بس انا عشان عاملاه، هيطلب منك الادرس بتاعك اللي انت هيحول لك عليه اليو اس تي تي، هيطلب منك اليوزر بتاع التطبيق اللي انت حملته. هوريكم شكل التطبيق من جوه ازاي. دي واحدة، اول ما هتنزل التطبيق هتسجل فيه زي اي تطبيق انت بتسجل فيه، وتعمل لوجين وتدخل، تضغط على ماي باج دي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماي باج، انا قاعدة مكان بعيد عن النت فهتلاقي ضعيف شوية. ماشي. هتدخل بعدين على الاسم اللي السهم اللي جنب على طول الاسم بتاعك، عشان في ناس مش عارفة تشتغل على التطبيق. قلت اوريكم ازاي طريقة مباشرة اهي. تضغط على السهم ده اهو يا جماعة. اليوزر اي دي هو اللي بيطلبه في التطبيق، هو ده، تعمل له كوبي اهو، هو الرقم ده، تعمل له كوبي وتحطه وتدوله في التطبيق في الفورم بتاع لما هتيجي تسحب هيطلبوا منك. اوكي، فهمتوا ازاي تجيبوه؟ طيب نرجع للتطبيق. بس انا سحبت لغاية دلوقتي منه 10 دولار ومش بشتغل عليه كتير. استغلوا وحاولوا تجمعوا العملة دي وتحولوها ليو اس دي تي. اهو هنا بيطلب منك اليوزر اي دي اللي وريتهولكم دلوقتي تحطوه، وادي سحبت منه كتير جدا لغاية دلوقتي 10 دولار وما اشتغلتش عليه كتير. اخر مرة سحبتها النهاردة من شوية اهو، عملت 170 من العملة. قال لي كونجراتليشن، تقدر تستبدلهم دلوقتي باليو اس دي تي. ودوست ضغطت على بيقول لك اهو حط اليوزر اليوزر اي دي اللي دلوقتي وريته لكم، والعنوان بتاع الادرس بتاعك اللي انت هتستلم عليه العملة. هتضغط على بالازرق ده الرابط، وهتحط فيه اليوزر اي دي والادرس بتاعك، وهيوصل السحب خلال 24 ساعة او اقل. بس هسيب لكم الرابط بتاع البوت ده في الوصف تحت الفيديو، اشتغلوا فيه واستغلوه على الاقل يا جماعة، اعملوا منه 100 دولار. والله سهل جدا تعملوا، ناس كتير عملت منه. انشروا في الفيس بقى واصحابكم، تخليها تحمل التطبيق كده.
عشان تجمعوا أسرع وتجمعوا بسرعة. يعني ناس كتير جمعت خلال أسبوع 100 دولار منه. اشتغلوا عليه الفترة دي قبل ما الفرصة تنتهي. طبعا فرصة حلوة لسنة 2019، أول فرصة فيها إنك تجمع مبلغ من حاجة. بس هسيب لكم الرابط بتاع البوتة تحت الفيديو، سجلوه وحمل التطبيق. ما تنضمش للجروب بس، وحمل التطبيق عشان تقدر تسحب وتقدر تاخد كتير من العملة وتوصل للسحب بسرعة. وبس لو مش مشترك في القناة اشترك فيها، ولو في اي حاجة مش فاهمها فيها او انا ما قدرتش اشرحها او نسيتها اكتب لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليك مباشرة. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، والسلام عليكم.